اللي كان ضمن أكرم الآن هو رئيس شرعي للوداد، وكان ضمن على أن الآن نهاية السنة، إذا كان من المرشحين للمستقبل لازم خصو يجيب معاه مشروع ديالو كجميع المرشحين المستقبليين اللي يمكن يترشحوا لرئاسة الوداد أو يتنافسوا مع السي أكرم. الوداد كما قلت دائما لجميع الجمعيات والفصائل أن الوداد حتى شي واحد في الوداد ما عنده الحق يقول لشي واحد ودادي سير في حالك أو مات أو مات أو أو ما بغيناكش. اللي غادي يقولها هو البرلمان ديال الوداد داخل الجمع العام، والشرعية هي اللي خصها تكون في الجموع العامة المستقبلية ديال الوداد. وكل واحد عنده مشروع ديالو غادي يمكن يعرضوه على المجموعة ديال المنخرطين، واللي فاز المشروع ديالو مرحبا به يكون من المسيرين الحاليين او المستقبليين او من الشباب، فلا يضرنا انه يتحمل المسؤولية اي واحد اللي قادر انه يزيد بالوداد المستقبل، سواء كان سي اكرم او غير سي اكرم. اي واحد اللي قادر انه يزيد بالوداد المستقبل، سواء كان سي اكرم او غير سي اكرم. اي واحد اللي قادر انه يزيد بالوداد المستقبل، سواء كان سي اكرم او غير سي اكرم. Enregistrement www.widadclub.com